سيدات السادة الحضور، يطيب لي أن أرحب بكم مجددا في منتدى أماكن الذاكرة في محاضرة جديدة ضمن سلسلة محاضرات سلسلة آثار وتاريخ فلسطين، محاضرة رقم 20 للباحث سجاد أبو أسعد. المحاضرة عنوان الاكتشافات الأثرية بتل الرميلة، قرية عين شمس، غربي القدس. بهذه المحاضرة وبهذا الاختيار يكرس المنتدى تقليدا يفتح فيه الباب والمجال أيضا للخبراء والباحثين الشباب للمشاركة في هذه السلسلة. والمحاضر اليوم جاد أبو أسعد، من مواليد مدينة القدس، حاصل على الماجستير في بير زيت، حاصل على درجة الماجستير من جامعة تل أبيب. شارك السيد أبو أسعد في العمل الميداني، وشارك في تنقيبات ثرية مع جامعة بير زيت وجامعة تل أبيب، وهو يعمل مرشدا سياحيا منذ سنة 2012. يتعرض المحاضر إلى موقع تل رميلة، هذا الموقع العزيز على كل أثري وكل دارس للآثار في فلسطين. بالتأكيد سيتعرض إلى تاريخ التنقيب في الموقع ونتائج هذه التنقيبات الأثرية وكيف تم توظيفها في وكيف تم توظيف التوراتية ومن ثم الرواية الصهيونية. تل الرميلة يقع في قرية عين شمس، أحد القرى المهجرة، ويمثل واحدا من مدن الحصون الكنعانية من مرحلة التمدن الثانية، من العصر البرونزي الوسيط، يعني حوالي 2000 قبل الميلاد. وظهرت دلائل الاستيطان بشكل متواتر إلى عصر البرونز المتأخر والعصر الحديدي أول، ثم دلائل أيضا من الفترة الفارسية والهلنستية، ودلائل من الفترة البيزنطية، وبقي مستوطنا حتى نهاية الفترة العثمانية وبداية فترة الانتداب البريطاني، ممثلا بقرية عين شمس. هذا الموقع عرف في الأدبيات التوراتية بموقع بيت شمس، على الحدود ما بين المدن الفلسطية ومملكة إسرائيل، ويرتبط في الأدبيات التوراتية بقصة تابوت العهد والصراع ما بين الفلسطينيين والعبرانيين. هذا الموقع نقب من قبل ماكنزي في 2012-2013، ثم واصل جرانت التنقيبات في الموقع على مدار عدة مواسم، ونشرت نتائج هذه التنقيبات بشكل منتظم من قبل ماكنزي ومن قبل إلياهو جرانت. يحاول السيد أبو أسعد في هذه المحاضرة قراءة الدلائل بشكل نقدي وبصورة موضوعية ضمن المحاور التالية: الموقع تل رميلة، تسلسل حضاري ثم الاستمرارية الحضارية في الموقع، وينتهي بالتفسيرات أيضا للدلائل الأثرية. نعرف جميعا بأن التنقيبات في هذا الموقع مثلت واحدة من بدايات العمل الأثري في فلسطين، خصوصا تنقيبات ماكنزي الذي جاء من الفضاء الإيجي،
هو من بريطاني وشارك في تنقيبات آرثر آدمز في لوسوس في كريت، ويعتبر من رواد الآثار المينوية، وهو أيضا له قصة ربما تراجيدية في حياته، فقد يعني توفي بعد أن فقد الذاكرة، وربما وهناك جدل، ولمن يريد أن يتوسع ممكن البحث في هذا النطاق. أما الاسم الآخر فهو إلياهو جرانت، وهو اسم أيضا مرتبط بفلسطين. جرانت كان مدير مدرسة الفريندز في رام الله لمدة 4 سنوات تقريبا، ما بين 1901 1904، ثم درس لاحقا ودرس في جامعة هارفارد، وكان مهتما بالحياة الفلسطينية. جرانت إضافة إلى تقاريره التي نشرها حول تنقيبات تل الرميلة عين شمس، نشرها بهذا الاسم، باسم البلدة التي تمثلها تنقيبات عين شمس، وكان أحد أهم إصداراته انطلاقا من اهتمامه بمظاهر الحياة التقليدية، وتحديدا الحياة الريفية في فلسطين. ما كتبه The Birth of Palestine، وتتبع واستقصى جوانب الحياة الفلاحية، وربما على غرار دراسة لين في مصر. المحاضرة ستكون 45 دقيقة يتلوها نقاش، فتفضل أستاذ جاد، المنصة لك. طبعا أود أن أشير إلى أن هذه المحاضرة ستبث على قناة الموقع. تفضل أستاذ جاد. مساء الخير للجميع، يعطيكم العافية. شكرا لمنتدى الذاكرة الفلسطينية على التقديم. طبعا الحديث عن تل رميلة أو قرية عين شمس، خربة عين شمس. لكن قبل أن أبدأ، كتبت مثل خاطرة صغيرة. كنت صغيرا عندما نظرت إلى جدي يوما وهو يقطف الزيتون، وتأملت وجهه وما فعلت السنون في هذا الوجه الكادح، وقلت له: كم تحب يا جدي شجرة الزيتون وموسم القطاف؟ فقال لي بلهجته الفلسطينية: مين بيعرف فلسطين بيبكي عليها. وكبرت وظل صدى هذا الصوت يكبر في أعماقي حتى تحول إلى نور ينير لي الدرب في هذا الظلام الدامس. طبعا راح أشارك في هذه الندوة عن خربة عين شمس تل رميلة. شاركت في الحفرية كمان في الموقع. ممكن أسوي شير سكرين؟ تسمعني؟ تسمعوني؟ هل تسمعون؟ نعم أكمل. نعم أكمل. تل رميلة وقرية عين شمس. طبعا ديربان اللي هي كموقع يعني في منطقة كلها تسمى أيضا ديربان، لأنه كان في قرية مركزية اسمها ديربان. هذا هو التل الأثري، قرية عين شمس، تل رميلة، مقابلها كان في قرية عين شمس. اللي هو راح أتطرق للفترة، راح أركز على الفترة الحديدية الثانية اللي هي الآر إن إتش 2 10 للقرن العاشر للثامن قبل الميلاد، بما إنه هذا الموقع طبعا تعرض لكثير من الظلم والقراءات المتحيزة، فكان تركيز على الفترة لما في هذه الفترة إلى أهمية، خاصة في علم الآثار التوراتي. ما تعرض هذا الموقع من إجحاف وطمس للرواية الفلسطينية.
طبعا تل رمالي كموقع جغرافي يطل على وادي الصرار، وذات موقع استراتيجي يربط جبال القدس بالساحل الفلسطيني وبالمنطقة السفلى لولاند، ويقع بين بيت جبريل والقدس. موقعه موقع استراتيجي طبعا، يعني يربط بين الجبال والساحل. تل رميلة 28 دوم، في الخلفية عندنا وادي الصرار سوريت بحسب الكتاب المقدس، هو المدخل الغربي لتل القدس، يبدأ من حضرات جبال القدس الغربية. وخلف الوادي عندنا على التل قرية صرع المهجرة، اللي هي برضه في الكتاب المقدس، يعني محل ما ولد شمشون، أي مكان ولد شمشون بحسب الرواية التوراتية. وعلى التل نفسه اللي هو آثار الدير البيزنطي اللي طبعا اكتشفه ماكنزي، رح نحكي عن ماكنزي. فهي وادي الصرار وهي قرية صرعى. طبعا ليس الحديث عن قرية ديربان، لكن قرية ديربان المهجرة اللي هي اسم المنطقة كلها. ديربان يا قمح ديربان يا طالع على المية، يا قمح ديربان يا غالي علي. طبعا كان منطقة ديربان مشهورة في زراعة القمح، حتى انهم كانوا يبيعوا القمح ديربان في اسواق القدس قبل 48، وكانوا فلاحين واهل بيت ديربان ينصبوا خيم على تل رميلة ويزرعوا وادي الصرار في القمح والشعير واحيانا الذره. الاسم ديربان طبعا، الاسم ديربان، الاسم ديربان يبدو انه الاسم الروماني للبلد ايفن ايزر اللي هي الو الاسم ديربان طبعا مكون من ايفن باللي ارامي يعني حجر، وعزر معونة أو مساعدة. فيبدو أن الاسم الأرامي هو حجر المعونة، لكن أيضا في هناك تسمية لديربان أنه ممكن أنه تعود ل الاسم الصحابي أبان بن سعيد بن العاص اللي هو شارك في معركة أجندين، لأنه كمان الاسم دير يبدو أنه كمان في هناك آثار لدير. فهناك روايتين حول الاسم، لكن الاسم الروماني برضه يدل على انه ايفن عيزر حجر المعونه، يدل على وجود يبدو انه مطحنه قمح، بما انه المنطقه كانت مشهوره في زراعه القمح. طبعا هون في عندنا رسم تصويري من عمل تشارلز ويلسون عام 1881 لما زار موقع تل رميلة. وطبعا هو اجى من القدس، ركب القطار تبع يافا القدس من بتير، ونزل في محطة ديربان وصور الصورة، لأنه كان هو أيضا أحد رحلاته كان متجه لتل زكريا حتى يشرف أو يصور على ويشوف حفرية ماكاليستر. فهو ذكر ورسم المكان، واحنا من شايفين انه كان في قريه عين شمس اللي هو صورها، اللي هي للاسف تم في بدايه القرن ال 19 بسبب، يبدو انه بسبب خلاف وصراع الاراضي مع سكان قريه ديربان، تم هج سكان قريه عين شمس هجروا الموقع في بدايه القرن ال 19، ولكن ظلوا المقامين اللي موجودين على في قرية عين شمس اللي هو مقام أبو ميزر ومقام أبو غزالة كدليل أثري على وجود قرية عين شمس. قرية عين شمس طبعا اللي هي مقابل تل رميلة، ويبدو أنه سميت بقرية عين شمس اللي هي مقابل خربة تل رميلة، يبدو أنه كان في عين ماي. لكن طبعا بنهايه القرن ال 19 وبدايه القرن ال 20 لم يذكر احد من الـ من الـ
من الرحاله او الباحثين الاجانب انه كان في عين ماي، يبدو انه جفت العين الماي في المنطقه او في قريه عين شمس. طبعا تل ارميري تم تحديد تل ارميري من قبل ادوارد ريبونسون اللي هي على ان بيت شيمش الوردة في الكتاب المقدس لاول مره حوالي 1856 عندما زار المكان مع مرافقه ايل سميث اللي كان يتحدث اللغه العربيه بطلاقه، وساعد في ذلك طبعا اسم القريه عين شمس وجغرافيه المكان، لانه هناك لما وصل المكان سال الناس شو اسم سال سكان قريه عين شمس شو اسم المكان، فقالوا له تل رميلي او خربه عين شمس. فطبعا الاسم يوحي بانه الحديث يدور عن تل بيت شمس الوارد في الكتاب المقدس، وتل رميلي يعني رمل رجم برضه. الاسم مهم كثير لتحديد المكان وجغرافيه المكان، لانه روبنسون يعتبر من رواد ما سمي لاحقا بعلم اثار التوراه، هو جغرافي كان توراتي. وطبعا روبنسون كان انسان ذكي ونبيه، وادرك بعنايه وبذكاء انه اسماء الاماكن الوارده في التوراه مختبئه خلف اسماء الخرب والقرى العربيه، واستطاع طبعا تقريبا توثيق اكثر من 10,000 اسم لانه زار فلسطين مرتين. واللي ساعده كمان انه ايل سميث كان برضه يتقن العربيه، فكان يروح يسال الناس على اسماء المواقع، حتى على اسماء الروايات الشعبيه التي تتعلق في هذه المواقع، حتى يدرك شو الروايه الشعبيه وهل هي مرتبطه في التوراه ام لا. طبعا هون عندنا اللي انا بلشت في ادوارد روبنسون حتى مقدمه صغيره عن علم الاثار التوراتي وكيف انه كان للاسف لم ينظر، مع انه الباحثين الاوائل تشارلز ويلسون اولبرايت ادوارد روبنسون وارن كلهم هدول نظروا للقريه الفلسطينيه من اجل دراسه الماضي البعيد، لم يدرسوا القريه الفلسطينيه من اجل ذاتها، لم يدرسوا الحياه الاجتماعيه والاقتصاديه والزراعية للقرية الفلسطينية من أجل دراسة القرية الفلسطينية بحد ذاتها، لكن كان دراسة القرية الفلسطينية كمدخل لدراسة الماضي الصحيح. طبعا هذا التحيز في علم الآثار للأسف أدى إلى طمس الرواية الفلسطينية وتهميشها من قبل هؤلاء الباحثين الرواد في علم الآثار والتنقيب والبحث. طبعا يعني مثلا بوعز جروس احد اساتذه جامعه تل ابيب شو كان يقول، انا حتى كتبت بالانجليزي زي ما هي: Many archaeologists were simply not interested in the late Islamic periods and regarded their layers of material remains as obstacles in reaching the real finds of earlier periods. Unfortunately, this led for then a century to a misunderstanding of the full extent of the history of the site. يعني حتى احد اساتذه جامعه تل ابيب بوعز جروس ادرك انه كانت الباحثين الاوائل كانت بالنسبه لهم الفترات اللاحقه اللي هي الاسلاميه والعصور الوسطى حتى العثمانيه فترات يعني تخيلوا انه معيقه، لانه هي طمست المعالم القديمه تبعت الايرون ايج اللي هي الفترات الاسرائيليه منطقه السمره او منطقه القدس، فاعتبروها قعائق في دراسه الماضي، ماضي بني اسرائيل وماضي مملكه اسرائيل وماضي الماضي التوراتي. يعني شوفوا لوين التحيز كان في علم الاثار الفلسطيني وفي طمس الاستمراريه في الموقع الفلسطيني، لانك يعني انت لما تهمش طبقات مهمه ولو كان تراكم فوقي انت لا خسرت الكونتكست السياق الاثري الكامل والتاريخ الكامل للموقع وما يمثله من استمراريه حضاريه وثقافيه. طبعا بيتري كمان بيتري برضه اللي حفر في تل اليهوديه، وهو اول من عمل تصنيف شامل لانواع الفخار بحسب الفترات الزمنيه. اول الانجليز طبعا
هم اول ناس بداوا بالحفر، بالحفر المنظم، ان كان في تل الجزر، في بيت جبريم، في تل زكريا، ثم في بيت شيمش او تل الرميله. اول حفريه منظمه قادها بيتر كانت في تل الحسي سنه 1890. طبعا كان الهاجس اللي هو دائما اكتشاف في تل الحسي مثلا ميدل برونز، انه هل في علاقه مع ابراهيم ورحلته الى ارض كنعان، ثم تمدد مملكه اسرائيل الى منطقه اللولاند، الى منطقه الساحل السفلى. طبعا بعدين تبعهم الالمان اللي حفروا في مجده وتعنك وريحه، ولا ننسى جهود صندوق اكتشاف فلسطين، الجهود الجباره اللي قام فيها، خاصه مسح غربي فلسطين، اللي استعانوا بالسكان المحليين حتى يسمعوا منهم الروايات الشعبيه والاسماء واسماء الخرب والمواقع، كله من اجل تعزيز فكره وربط الاسماء بالتوراه. طبعا لذلك جذب تل رميلي بيت شمش اهتمام الباحثين التوراتيين من البدايه، نظرا لموقع التل كموقع حدودي، يعني هم من البدايه حطوا طبعا جمله جاهزه اللي هو موقع حدودي، حتى يعني شيء مسبق انه في هون بيت شمس موقع حدودي بين الفلسطينز، مدن فلسطينز في الساحل، وبين منطقه جبال يهودا، حتى يبرزوا الروايه التوراتيه كانه بيت شمس هي او تل رميله مثل الروايه التوراتيه، انه في نزاع بين الاسرائيليين وبين الفلسطينز. فالمشهد كانه يعبر عن الصوره الموجوده في الكتاب المقدس، شعبان متقاتلان الفلسطينز، وطبعا ما كانش يعني الذكر الموقع كانه كموقع كنعاني تم تهميشه وتحييده، راح نشوف كمان بالصور اللاحقه. طبعا في الاسم يدل على وجود معبد ما، كمان جذبهم انه الاسم الموقع بيت شمش يدل على الذكر المتكرر في الكتاب المقدس، ولا سيما قصه تابوت العهد، وكيف ان ما يرى في الفلسطين اعادوا تابوت العهد من عاقر عكرون وارجعوا الاسرائيليين الى بيت شمس، حيث وضعوا تابوت العهد داخل عربه وجرها فوران وتركوا العربه تنزل، هذا كل الروايه. فمن البدايه كان هدف الحفريات المركزي اثبات صحه الروايات التوراتية، يعني هم جايين بفكر مسبق طبعا، يعني هذا الشيء صار معروف طبعا في علم الآثار، فكر مسبق حتى يلائم الحفر والتنقيب الأثري يلائم ما في النصوص. وكان أهل بيت شمش مثلا في هون، وكان أهل بيت شمش يحصدون حصاد الحنطة في الوادي. احنا لما نعرف انه زي ما حكينا يا قمح دربان يا طالع على المية، يا قمح دربان يا غالي علي، شوف الاستمرارية هون، يعني المنطقة كانت مشهورة في القمح، وهون كمان في الكتاب المقدس مذكور انه كانوا يحصدوا وادي الصرار في القمح، فشوفوا الاستمرارية من قرية دربان كان يزرعوا وادي الصرار بالقمح، لا حتى الرواية اللي هاي في الكتاب المقدس. فزراعة القمح في هذا الوادي كانت معروفة منذ القدم. طبعا لما انزلوا تابوت العهد على حجر، لما حفروا، راح نذكر الحفريات طبعا، اخر حفريه اللي حفروها زيفي ليدرمان وشلومو بنموفيتش، لما لقوا الحجر هذا طبعا اعتقدوا انه هذا الحجر اللي انزلوا عليه تابوت العهد، وضعوا عليه تابوت العهد، لكن اللي انا شفت الحجر طبعا، اللي بشوف هذا الحجر يبدو انه واضح انه حجر نصبي من الانصار. لم يرد ذكر تل بيت شمش او تل بيت شمش طبعا في المصادر القديمه خارج الكتاب المقدس، يعني هو في مواقع ثانيه انذكرت زي تل دوير، زي تل زكريا، لكن هذا الموقع لم يتم ذكره غير فتره متاخره فقط في الفتره البيزنطيه باسم بيت شمش، ذكروا جيروم وسيتيوس القيصري كموقع بين بيت جبرين ونيكوبوليس اللي هي عمواس، لكن
مثلا في الموثائق المصريه او في محمد سنحريب اللي كانت على اللولاند لم يذكر الموقع بتشيمش. اول من حفر الموقع كما ذكر الاستاذ طه حمدان مشكور اللي هو ماكنزي في 6 ابريل الساعه 6 صباحا عام 1911. طبعا ماكنزي كان متخصص، هو عمل ماجستير في المانيا بالفلسفه والاثار، وبعدين كمل في فيينا درس الدكتوراه. هو كان متخصص صراحه بالحضاره الايجيه. عام 1900 حفر كمان في كريت، حفر في مينوس، حفر في سردينيا. لكن في عام 1900 دخل بشكل قوي على المهنه وصار بحاجه، صندوق اكتشاف فلسطين صار بحاجه ل احد الاشخاص بحل محل ماكلاستر، لان ماكلاستر كان بده يستقيل. ففي عام 1909 تم ترشيح ماكنزي على انه يحل محل ماكلاستر. وبما انه ماكلاستر متخصص بالفتره الايجيه، ف وبما انه اللجنه برئاسه ماكلاستر قرروا، لجنه صندوق اكتشاف فلسطين قرروا انه يحفروا في تل بيت شمش، تل الرميل، لانه موقع حدودي، هذا المصطلح طبعا المسبق. فبما انه هو موقع حدودي بين جبال يهود او جبال القدس طبعا والساحل، فالهدف كان انه يضع ماكنزي في هذا الموقع المنصب حتى يعرفوا اصول الفلسطينز، ومن خلال حفريه بيت شمش يعرفوا العلاقه بين مملكه ما يسمى مملكه اسرائيل وبين مدن الفلسطينز. فكان هو المرشح الافضل لهذا المنصب. طبعا هو بلش الحفريه عام 1911. طبعا المفروض هو كان يبلش ب 1910، لكن تم تعيين بيك جديد مسؤول عن اعطاء الفراغات لعمل الحفريات. فالبيروقراطيه العثمانيه اجلت الحفر من 1910 ل 1911. بهي السنه راح حفر في منطقه شرق الاردن ورجع وبلش الحفر في الساعه 6 صباحا عام 1911. طبعا ممكن نشوف الواحد الساعه 6 صباحا، ليش انا حطيت الساعه 6 صباحا؟ فهو ذاكر في المذكرات مثلا انه اول يوم جابوا له اهل ديرابان اللي هو شاركوا معه في الحفريه، شايفين زيت زيتون معطبون يعني بلدي. ف وكمان الساعه 6 صباحا كبدايه بشهر 4 الطينه لسه فيها طريه، يسهل الحفر، فيش في كثير غبار، مش وايضا المنطقه لولاند في شهر 4 بيكون الحر اقل من شهر 7 و8. كل هاي العوامل اختار ماكنزي انه يبدا في شهر 4. فانتم شايفين حتى انه اهل ديرابان، لانه قريه عين شمس اوريدي ما كانت موجوده، انهجرت في بدايه القرن ال 19 نتيجه الخلاف على الاراضي. فاهل قريه ديرابان اللي هو صارت قريه عين شمس جزء من اراضيهم، ومقام ابو ميزه ومقام ابو غزاله صار اهل القريه يزوروه ويقدموا النذور في المقامين اللي كانوا موجودين ومبنيين على في قريه عين شمس. شايفين يعني كيف يعني ماكنزي صراحه، وهي هون واقف يعني بدل ما يدرس تراث اهل القريه هذول وتراث ديرابان، يعني هو اهتم في الماضي الصحيح ولم يركز على دراسه السياق الكامل الاثري والتاريخي. لا شوف هون كمان هون واقف هون والاهل ديرابان بيشاركوا في الحفريه. هذا هو ماكنزي طبعا. طبعا كتابه هو حفر، بدا ب 1911، عمل حفريتين موسمين 1911 1912، لكن صار في خلاف بينه وبين صندوق اكتشاف فلسطين. يبدو انه طلبوا منه صندوق اكتشاف فلسطين يكتب تقارير يعني ارتكلز، لكن هو كان يعتمد كثير على الديلي نوتس. كانت طبعا كانت الديلي نوتس يعني اليوميات مهمه جدا،
لكن كمان صار في خلاف على البادجت وعلى الميزانيه. وكمان دانكن ماكنزي متخصص بالفخار الايجي وشوي بعيد شوي عن البيبليكال، مع انه هو الهدف كله في الهدف الحفريه توراتي، بس برضه مش زي باقي الاثرين، كان مهني وحرفي وتقريبا موضوعي. فيبدو كل هاي العوامل ادت في النهايه انه فصلوه للاسف 1913 من منصبه. وفي الموسم الثالث اللي حفروا ما صندوق اكتشاف فلسطين ما غطى الموسم الثالث، لكن صديقه من اليونان ساعده في الحفريه الثالثه، اللي نشر كل الحفريات الاولى والثالثه في كتابه هذا The Excavations of Beit Shemesh نوفمبر ديسمبر 1912، طبعا اللي هي شرح عن اكسكافيشن ريبورت، التقرير الاثري اللي حفره ماكنزي. طبعا ابن اخوه نشر هذا الكتاب، ابن اخوه سنه 1992 بعد ما وفاه ماكنزي بسنين. طبعا ثم بعد ذلك، طبعا بعد ما ماكنزي حفر التل الاثري عن طاق واسع، تقريبا نص التل انحفر، البعثه الامريكيه بقياده جرانت ورايت، رايت اللي هو حفر برضه بتل شكن، حفروا بين 1928 و 1933. اخيرا طبعا جامعه تل ابيب حفرت التل الاثري من عام في عام 1990، شلومو بونوفيتش وزيف ليدرمان. هلا خلينا نتطرق للمكنزي. كشف مكنزي طبعا عن الطبقات الاثريه المتراكمه في تل ارميلا، حيث ادرك التسلسل الطبقي لثلاث مدن. اول شيء هو في مدينه كنعانيه محصنه ومحاطه بسور وبوابه جنوبيه وبوابه من عصر البرونز الوسيط حتى العصر البرونز المتاخر. الطبقه الثانيه اللي هي قريه كنعانيه يبدو انه كبيره في العصر الحديد المبكر 12 و11 قبل الميلاد، لكن تحتها هو بيقول انه تحت هيمنه الفلسطين. ليش؟ لانه اكتشف بعض الفخاخير الفلسطين البيكروم في المرحله الثانيه في فوق في الدير البيزنطي اللي ورجيتكم اياه اول الصوره، وجارتين كاملتين كمان. فيبدو انه هذا الانطباع اعطى انه لانه الماده الحضاريه التنم عن استمراريه حضاريه من الميدل برونز والليت برونز والفتره الحضريه، هو اقترح انه السكان كنعانيين، لكن بما انه لقى اكم من، طبعا بعدين اللي هو الانطباع الاول انه راح يطلع معه كثير فخار فلسطين، لكن طبعا الحفريات اللاحقه اللي قامت فيها كمان جامعه تل ابيب تبين انه فخار البيكروم كان قليل جدا. فالانطباع الاولي خان نظريه او فكره ماكنزي لانه الكميه قليله، فهو اقترح انه كانوا واقعين تحت الهيمنه والسيطره الفلسطينيه مع انه السكان كنعانيين. بعدين ما سماه المدينه الاسرائيليين العصر الحديث الثاني 10 و8 قبل الميلاد، اللي هو هون ارتبط بناء بيت شمس تل ارميلا بتوسع مملكه اسرائيل لهذه المنطقه. فهو اعتبر انه إعادة الإسرائيليين أجوا من الجبال القدس، نزلوا دمروا الموقع الكنعاني الـ RNH 1 نهايته، وبنوا موقع جديد. طبعا كان مسؤول مملكة إسرائيل مملكة داوود ثم سليمان مسؤولة عن بناء موقع بيت شيمش كمركز إداري محصن في هذه المنطقة يتبع لمملكة إسرائيل، مملكة إسرائيل بحسب رأيها. طبعا فرضيتان حول التل في الفتره الحديديه المبكره والفتره الحديديه الثانيه اثرا على دراسه الفخار. فعنا راح اختصر بسرعه هون لانه راح ننتقل للفكره الثانيه. فكره ماكنزي الانطباع الاول زي ما حكيتها بوجود فخار فلسطين اعطى الراي القائل ان الفلسطين في الفتره الحديديه المبكره كان لهم الهيمنه الثقافيه والسياسيه والاقتصاديه في بيت شمش تل ارميلا، لكن السكان كنعانيين. هاي فكره ماكنزي اللي ايه اللي اللي, اللي 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 الاساسيه والرئيسيه. هلا بعدين اجى مع انه مثلا جرانت كان بيهتم في دراسه القريه الفلسطينيه وايجاد علاقه بين الفلاح الفلسطيني، وانه اعتبر انه الفلاحين الفلسطينيين يمثلون الاستمراريه الكنعانيه لفلسطين، لكن طبعا من بعدهم الاسرائيليين اقروا مع الام يعني هم رايت وجرانت وبعدين بونوفيتش وزيفي ليدرمان اقروا ان المواد الحضاريه والمعماريه في الموقع تدل على استمراريه محليه كنعانيه
واضح انه من الميدل برونز للار ان ايج. لكن ذكر الموقع في الكتاب المقدس في قصه خاصه تابوت العهد اعطى التفسير، اعطاهم اللي انه يفسروا انه الموقع في الفتره الحديديه المبكره ربما كان اسرائيليا لكن تحت هيمنه واضطهاد الفلسطيني. فانه انه يعني انه هم المواد الحضاريه موجوده بالنسبه لهم واضحه انه في استمراريه، لكن بما انه الروايه التوراتيه في عن هذا الموقع انه اسرائيلي فتم تفسير المواد الحضاريه بناء على ما ورد في الكتاب المقدس، وانه في الفتره الحديديه الثانيه 10 قبل الميلاد تم اعاده بناء الموقع من جديد كموقع حدودي محصن، وان بنائه مرتبط ببروز مركز اسرائيل مثل ماكنزي، يعني تم اعاده البناء انه هذا مرتبط بتوسع مملكه داوود وسليمان. طبعا هي هون اللي مثلا طلع شو بيقول ليدرمان هون زيفي رايت واز انكشس تو ريكونسايل ذا اركيولوجيكال فروم بيت شمش وذ ذا ريليفنت بيبليكال باسجز ايفن ات ذا كوست اوف كوهيرنسي. يعني انه رايت حتى لو على حساب التماسك والسياق الاثري والتاريخي حاول يصالح ويوافق ويوافق انه النص اللي في الكتاب المقدس يوافق علم الاثار حتى لو كان على حساب التماسك والسياق الاثري even at the cost of coherency مثلا. لكنه هو نفسه ليدرمان شو في 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 تقرير الحفري شو بيقول the people of Bethshemesh in the Iron Age 1 were Canaanites descendants of the indigenous Canaan population inhabiting the site during the middle and late bronze age. يعني المعطيات اللي تبينت مع ليدرمان وبونوفيتشي انه كل المعطيات واضحه انه في استمراريه حضاريه. مع هذا اعتبروا القرن العاشر كانه بناء جديد تم من قبل ناس جداد الاسرائيليين نزلوا من جبال القدس بنوا الموقع من جديد. طبعا انا لما قرات التقرير الحفريه تبعت بونوفيتش وزيفي ليدرمان اكتشفت انه هم راح نتطرق للاستراتا هلا اول باول. اكتشفت انه في دائما لما تقراوا التقارير الحفريه الا تلاقوا فجوات ونواقص وعيوب تفتح ذهنك لافاق ولا امور تقعد تفكر فيها انه دائما في خلل، في شيء ناقص. مثلا هون اثار البوابه من العصر الرومي الوسيط، شوف كيف هون مثلا ليدرمان سوى سكتش هون انه هون البوابه الجنوبيه هون الدير البيزنطي مبني على اثار السور تبع اللي هو ماكنزي سماه السترونج وول اللي كانت في الميدل برونز محاطه بسور. في الفترة الحديدية المبكرة موقع بيت شمش طبعا في الفترة الحديدية المبكرة 11 12 قبل الميلاد اللي هو عدوى من استراتا طبقة من 4 ل 6 كان التل بحسب قرية زراعية كبيرة محاطة بسور ما كانش معروف كثير لكنه كان في تحول بالليت برونز اللي هو يبدو انه التل الاثري حسب الاثار انه لم تعد كمدينة مركزية لكن تحولت لقرية زراعية. هل محاطة بسور ما كانش واضح انه هل السور تبع الميدل رونز والليت برونز استمر ما كانش الصورة واضحة. ليس واضحا اذا في نهاية هذه الفترة هجر موقع او دمر لان هناك دلائل على استمرارية وبداية بناء أبنية عامة قبل القرن العاشر قبل الميلاد. يعني انه هم بيحكوا انه بالقرن العاشر قبل الميلاد تم إعادة الموقع من جديد أبنية عامة قصر قلعة سور. لكن أنا لما كنت أقرأ الحفر طبعا تقارير ليدرمان وبنوموفيتش لقيت أنه بدايات يعني هو في كده بدايات بعض الأبنية العامة تعود لنهاية القرن الـ11 وليس في بداية القرن العاشر، يعني حتى في منتصف القرن الـ11 يعني بدايات بعض الأبنية العامة زي اللارج ستورج روم
وغيرها من الأبنية كانت يعني إنه مش الموقع انبنى فجأة مرة واحدة وبفترة زمنية قصيرة حتى يتلائم مع بروز ممالك إسرائيل اللي هو بالبداية. لا، لاحظت في التقرير الحفريات إنه بدايات البناء العام كانت بشكل تدريجي، بشكل تدريجي وليس بشكل مفاجئ، فإنه الاستمرارية إعادة بناء الموقع لم تكن بفترة قصيرة، لكن بلشت اوريدي من الار ان ايج القرن 11. الطبقه العلويه اللي بنشوفها اليوم في تل بيت شمش او تل رميله اللي هي ستراتا 3 ار ان 2 اي اللي هي تعود للقرن العاشر حسب ما بيحكوا اعاده بناء التل قبل ان يدمر التل على يد سنحريف في 701 بي سي. طبعا هذا هو كل الطبقه التقنيه، بما ان الموقع هجر 701 قبل الميلاد فهذا كل معظم الطبقات العلويه او الطبقه العلويه تعود للار ان ايج 2 اللي هو القرن العاشر والتاسع قبل الميلاد حتى نهايه القرن الثاني. طبعا لقينا مبنى المخطط كبير في الموقع هون، هذا مبنى كبير مع ساحه مركزيه، لكن مثلا اللي كان لفت الانتباه في وانا اقرا انه كانوا دائما في هذا في عاقب تل عكرون في تل دوير في مواقع اخرى في اللولاند كانوا يكتشفوا دائما زبديه مع اويلام، يعني مصباح جواته زبديه في اساسات البيوت، يعني اكتشفوا واحده هون في اساسات المنازل خاصه. فهذا اللي طبعا ضربوا كانوا يضربوا اخماس في اساس، شو بتسوي الاويل لامب هاي مع الزبديه في على عرق الساس يعني. فطبعا تفسيرات كثيره صارت على هذا الموضوع لانه انتشر في اللولاند خاصه وفي النورثن فاليز كمان. لكن يعني انا بالصدفه رحت للاخت مها السقا مسؤوله عن التنميه الفلسطيني وحاولت اشوف شيء مكتوب عن هذا الشيء في القريه الفلسطينيه، لكن يعني طبعا ما شفناش شيء مكتوب، لكن بالصدفه تعرفت على شخص من بيت عطاب زلمة ختيار، فسألته كيف عن طريقة كيف كانوا يبنوا القرية، فهو خبرني إنه عن أبوه إنه هم لما كانوا مثلا يبنوا بيت جديد كانوا يصبوا زيت زيتون من الحصاد الجديد، أو مرات يحطوه في جرة ويحطوه في عرك الساس، يعني حتى اللفظ أنا لفظته زي ما هو في عرك الساس. فهذا الاشي يعني اعطاني يعني هذا الاستمراريه الكنعانيه هاي المحليه اللي كان يحطوا على عرق الساس زيت الزيتون لبركه كبركه للبيت ولبناء البيت وكان موجود في القريه الفلسطينيه. يعني شوفي الاستمراريه هاي موجوده، اشي موجود في الدم، ما بتقدر انت التراث هذا انك تطمسه لانه هو مش بس هويه، موجود في الدم. فيعني كانت بالنسبه لي انبسطت كثير اني اسمع من هذا الختيار هذا الحكي. طبعا هاي الستراتا 3 الفتره الحديديه الثانيه القرن العاشر والثامن قبل الميلاد اللي هي طبقه 3 استراتا 3 قال هم هون انه تم اعاده البناء بشكل يعني اكنه المدينه دمرت، الاسرائيليين اجوا دمروا الموقع الكنعاني. طبعا على فكره ما كان في اثار الدمار في التقرير الحفري تبع بونوموفيتش ولدرمان، ما في اثار تدمير بنهايه القرن ال 11. ف مش عارف بناء على ايش، دائما لما تقرا ولما نقرا دائما الا تشوف هفوات، دائما تشوف اخطاء، دائما تشوف في شيء مش مزبوط او في نقص في عيوب. فانا اكتشفت انه لا يا عمي، ما طالما فيش تدمير وفي استمراريه، شو اللي فجاه صار مزبوط احنا في القرن العاشر مثل مواقع اخرى في اللولاند تم اعاده بنائها، لانه في الليت برونز تم هجر مواقع في هذه المنطقه، لكن في مواقع هجرت، ولكن في الار ان ايج 1 تم اعاده بناء لبعض المواقع. لكن بيت شمش مثلا وتل الجزر وشمال المنطقه السفلى في مواقع فيها استمراريه عكس جنوب المنطقه السفلى، جنوب المنطقه السفلى في مواقع هجرت ومظبوط بعدين لاحقا تم بناء. لا، لكن خاصه تل رميلة بيت شمش
بيت الشمس. في استمراريه من الار ان 1، وطبعا هم بيدعوا انه في استراتة ثلاثه اعاده بناء التل كموقع محصن يشمل تخطيط جيد للموقع واثار ابنيه عامه، تحصينات واثار لسور المدينه، تم بناء سور يبدو انه السور تم بناؤه على اثار السور الميدل برونز، نظام ماء فعال من خلال الحفر طبعا النظام المكنزي اوريدي كشف عن الميدل برونز السور، وبرضه كمان هو كشف عن السور تبع الفترة الحديدية الثانية، لكن البير هذا بالصدفة تم اكتشافه عن طريق حفرية ليدرمان وبونوفيتش، اثنين أجانب أمريكان شافوا خرزة البير، احنا بنسميها في التراث الفلسطيني خرزة البير، فيبدو أنهم نزلوا زي كاميرا فاكتشفوا أنه هذا بير كبير راح نتطرق له، فيعني هذا نظام ماء فعال برضه كان في ستراتا ثلاثه اللي هي الار ان ايج 2 من 8، واكتشفوا طبعا معمل لصهر وصناعه ادوات الحديد ما نشوفه هي الفتره الحديديه الثانيه طبقه ثلاثه، اعاده حسب رايهم اعاده بناء الموقع كموقع محصن يشمل ابنيه عامه وتحصينات وسور ونظاميه. مثلا هون في عندنا هون اثار مبنى مع قواعد بحسب من هذه الغرفه، يعني كانت غرفه التخزين المركزيه نشوف الاساسيات، في عندنا هون مبنى محصن اكتشفوا شوف يعني انه من الحجر ضخامه الحجر تدل على انه ليس مبنى بيت، تدل على انه بابليك بيلدينج، تفصيلات البابليك بيلدينج دائما يا معبد يا قصر يا قلعه يا لارج بابليك فاسيلتيز، فهذا انه قلعه موجوده في الموقع مسؤول عن بنائها اللي هو السلطه المركزيه في القدس بحسبهم طبعا، اللي هي مسؤولة عن بناء كل موقع مملكة داوود. بير مي بالصدفة اكتشفوه يعني حفريات جامعة تل أبيب بوسع حوالي 7500 كوبيك متر، يعني بير ضخم. الصدفة اللي هي الاثنين الأمريكان هذول لما شافوا خرزة البير ونزلوا الناظور وشافوا إنه بير كبير، طبعا مكسور طبعا بير مي مكسور الكسار خميله حتى يحافظ على نظافه المياه، وتظل مياه بارده محفور في الصخر ولكن مش عين مي، هو بيتم تعبئه هذا البير من خلال قنوات بلاستر، كل القنوات في التل مكسوره بيتم تعبئه البير عن طريق قنوات في التل بتصب في هذا البير. طبعا البير ضخم وخرزه البير هاي طبعا ياما خبط اسرار، عشان هيك المثل بيقول وسرك في بير، المثل الفلسطيني. ف خرزه البير اللي كشفت عن البير الفتره الحديديه الثانيه. طبعا المبنى مثلا بداخله اثار لصهر الحديد اكتشفوا برضه بحفريات جامعه تل ابيب، يعتبر طبعا من اقدم معمل للحديد في فلسطين، اللي هو لانه صراحه منطقه وادي الصمت اللي هو وادي ايله، اللي هو الصمت اللي هو الطلح، شجر الطلح، وفي له اسم كمان وادي البطم. فالمنطقه هاي اللي غنيه بعنصر الحديد لانه هي هاي الاوديه محاطه بتلال، فهي غنيه بعنصر الحديد والمغنيسيوم، طبقات اللي التلال هاي، فاكتشفوا معمل في بيت في تل رميله من اقدم المعمل. هل طبعا ربطوه انه هذا المعمل مسؤول عنه السلطه المركزيه في القدس اللي هي مسؤوله عن صناعه المعادن والسيوف والخنا، طبعا برضه دائما الربط في البيبليكال، لكن انه هو معمل محلي يساهم في الانتاج في المنطقه وفي التجاره للمناطق القريبه زي الساحل. يعني انا شفت انه له علاقه كما ادعوا بمملكه اسرائيل، فدائما الهفوات هاي والاجحاف بحق الاثار الفلسطينيه ومحاوله طمس الروايه الفلسطينيه او الكنعانيه. لقينا كمان نقش على قطعة فخارية من تل رميلي، أول ثلاث حروف مثلا نشوف باعل حسب بترو اللي هي
بحسب الجرة اللي كتب عليها ودرسها كمان جروس، انه هي كروس، انه هي من القرن العاشر و11 قبل الميلادي، وبيضه عثر على رقي رقم طيني مكتوب بالمصري الاوغاريتي 13 او 14 قبل الميلاد. بس انه الموقع طبعا، يعني ما تشوف يعني قديش الموقع مهم، شهد الانتقال من المسماري الى الابجديه الكنعانيه، يعني بس ما اعرفش امتى بالضبط تم هذا الانتقال، لكن في مسماري بعدين اللي هو اللي هي اكتشفنا الفخاره هاي مكتوب عليه، في كان انتقال من المسماري للابجديه. عينات من جرار الفخاريه طبعا، يمر الفخار بثلاث مراحل كما انتم يعني بتعرفوا، مرحله التصنيع، مرحله الاستعمال، مرحله الرمي والتدمير اللي هو اهم شيء عندنا احنا كاثريين، بهمنا شو في ضل على الـ على الـ الفلور على الارضيه، اللي هو بالنسبه للكنز يعني للاسف تدمير الموقع بالنسبه لنا كاثريين هو كنز حتى نعرف معلومات عن الموقع. شوفوا يعني الجرار اللي هي ستوري جارز كبيره، زبادي وكوكينج كوكينج باتس. طبعا امتاز فخار الفتره الحديديه الثانيه بتنوعه الكبير وتعدد اشكاله، يعني صراحه انه كان في تعدد كثير لهي الفتره اللي هي الفتره الحديديه الثانيه. لكن هل بالامكان مثلا ان نتعرف على الاثنيه من خلال دراسه الفخار والتفكيك الاثري؟ يعني انه صعب انه من عن طريق الفخار، يعني الجره مثلا، الجره هي ما بتقول لك مثلا انا فلسطين انا اسرائيلي انا، يعني انه مش لازم احنا ندرس الفخار، ندرس الاثار والمواد الاثريه عشان نحدد الاثنيه، لا احنا يجب ان ننظر للموقع كسياق متكامل اجتماعي اقتصادي ثقافي سياسي، كنموذج او كنموذج كامل في دراسه الموقع الاثري. دراسه المواد الاثريه في تل رميلة يظهر بوضوح ان تل رميلة يعكس استمراريه حضاريه من عصر البرونز الوسيط، وان الموقع ينتمي لثقافه مشتركه سادت في تلك المنطقه من الفصيل. هناك يعني كل المواد الاثريه اللي حتى شفناها في كل هذه المنطقه، واضح انه في مواد اثريه مشتركه، ان كانت كلتك فاينز، ان كان بالمواد مواد اثريه دينيه او بالعماره او بالفخار، واضح انه في شيء مشترك، حضاره تنم عن ثقافه واحده. حيث وفي شيء مهم هون الواحد لازم يدركه كمان، انه لكل منطقه في فلسطين ساد نمط معين من جهه طريقه العماره والمواد الاثريه. يعني منطقه الجبال القدس ساد نمط معين في تصنيع الفخار والعماره. المنطقه السفلى اللولان برضه في نمط معين ممكن يختلف شوي عن هو هون السياق الجغرافي بيلعب دور في تنوع واختلاف المواد الاثريه، وليس الاثنيه، ليس العامل الاثني الذي يساهم او الذي اللي بيكون فيه الاختلاف في هذه المواد الاثريه. الموقع الجغرافي هو الاساسي، منطقه الساحل مثلا لها فخارها الى المواد الاثريه اللي انطبعت في طبعه الساحل. كذلك الجبال، كذلك النورثن فاليز اللي هو ساحل مرج بن عام. كل منطقه لها ميزتها ولها كينونتها الاثريه والحضاريه والثقافيه التي بالمجمل العام تعبر عن حضاره وثقافه فلسطين كمواقع جغرافيه مختلفه. شوفوا مثلا هذه السكوب، هاي السكوب هذه اللي هو يقال انه كان يذر في القمح، مذراه للقمح. طبعا هذه الجره ممكن يعني تعرف ممكن مالتي فانكشن، يعني تحط فيها زيت وتحط فيها مواد اخرى. شوفوا المصفاه هون، شوفوا البالز الزبادي، شوفوا طبعا الاويل لامب. طبعا الاويل لامب اوريدي ظهر من نهايه الميدل برونز اللي هو اللي هي كسحه واحده هون بالليت برونز، لكن هون طبعا لقينا بالايرون ايج كمان بالموقع اويل لامبس صبيح في التل، كله بيعبر عن نمط محلي فلسطيني. في تل بيت شمش مثلا
لم يؤثر على زي ما قلنا، لم يؤثر على فقار الفلسطيني بكميه كبيره، وكمان لم يؤثر على حتى الفخار الايجي، لم يؤثر عليه في تل بيت، في تل رميلة. يبدو ان الموقع يعني كان الفخار المحلي سادة في هذا الموقع. طبعا وادي الصرار، وادي الصرار يبدو انه معامل المحلات المركزية كانت في صنع الفخار كانت في وادي الصرار او وادي البطم، وادي الصنت، لانه نظرا لانه الطين هناك جيد للفخار. فانا حتى بعتقد انه من الليت برونز والميد برونز كانت هاي المنطقة الاودي هاي لصناعة الفخار، لكن هم هون بالار ان اتش 2 برضو عززوا فكرة انه هاي الاودية هاي كانت معامل مركزية لتصنيع الفخار، حتى يوصل انه كمان يصدروا او يبعثوا الفخار لمناطق القدس ولمناطق السامرة. لم يظهر هناك تشابه في المواد الاثرية والاغراض الدينية مع مواقع اخرى، وذلك يدل على ثقافة مشتركة واحدة. فالفخار مثلا كان محلي مناطقي. لم يظهر الموقع علاقات تجارية قوية مع الساحل الفلسطيني، بدليل ان كمية الفخار المكتشف في الموقع والمعروف في كان كده. هل هو انه لما اكتشفوا انه فيش كثير فخار فلسطيني، جامعة تل أبيب طبعا اعتبروا انه هذا دليل على إثنية. يعني كيف دليل على إثنية؟ يعني انه الموقع حافظ على إسرائيليته لدرجة انه ما بدهم يتعاملوا مع شيء اعتبروا انه الفلسطيني، طبعا اعتبروا انه جايين من جزيره كريت، انه غرباء على فلسطين. طبعا بعض هاي النظريات طبعا عليها خلاف. فاعتبروا انه الموقع اثني، موقع حدودي اثني يتبع للمملكه اسرائيل، بدليل انه السكان بيت شمش تل ارميلة لم يتعاملوا مع الفخار الفلسطيني لانه يمثل لهم اثنيه مغايره. فيعني كان التحليل انه عدم وجود الفخار الفلسطيني تحليل اثني، لكن ممكن عدم وجود الفخار الفلسطيني يندرج في سياق العوامل الاقتصاديه، العوامل الاجتماعيه، العوامل السياسيه التجاريه، اللي يمكن ما كانش في علاقات تجاريه قويه بهذه الفتره مع الساحل. في كثير شغلات مش ضروري انه يعبر عن اثنيه. طبعا هون أستاذ كمان جاد، معك 6 دقائق. حاضر، ممكن اخذ 10 دقائق. ممكن طبعا طبعة الابهام، احنا اكتشفنا هون، اكتشفوا في تل بيت شمش حوالي الهاندرز هون 59 جره عليه طبعة الابهام لصانع الفخار. طبعا هو تقليد كنعاني محلي ظهر من عصر البرونز المتاخر، اي هو بمثابه علامه لصانع الفخار وليس دليل على وجود اداره مركزيه في القدس. يعني تخيلوا انه هاي الطبعه اعتبروها جامعه تل ابيب، انه هذه النسخه الاولى، اعتبروا ان هي من القرن العاشر قبل الميلاد، النسخه الاولى لاختام الملك لمالخ، اللي هي نوعين، اللي هي السكرب هذا مع الاربع اجنحه، والمجنح الشمس المجنحه هاي، انه اعتبروا انه دليل على انه في سلطه مركزيه، انه هذه بصمه الابهام النسخه الاولى لمالخ، اللي هي اجت بنهايه القرن الثامن على شكلين، بعدين هذا الشكل السكرب من الاربع اجنحه انتهى بالقرن الثامن. تفسيراتهم انه لانه بعد سنحريب استمر طبعا لبدايات القرن السابع، ثم استبدل بنهايه القرن السابع بالروزيتا. فشوفوا حتى الشيء المحلي كيف تم تفسيره على انه دليل على مركزيه، سلطه مركزيه في القدس اوريدي من القرن العاشر. طبعا هون اثار التدمير في 701 قبل الميلاد. هل انتهى موقع تل ارميله بعد تدمير؟ انه كل الاثرين يعتبروا انتهى موقع سنه 701 دمر الموقع، لكن لا، المفاجاه كانت عندما كان هناك مخطط لتوسيع طريق 38، فعملت وزاره الاثار الاسرائيليه بالتعاون مع جامعه تل ابيب بقياده بوعز حفريه بال 2018، حفريه انقاذيه. هون انا طبعا
شاركت فيها على التل الشرقي اللي مقابل تل رميلة. تبين ان قريه عين شمس المهجره اللي كانت مقابل التل رميلة كانت تشتم على الاطراف تعود لفترات متعاقبه من القرن السابع والسادس قبل الميلاد حتى الفتره العثمانيه متمثله بقريه عين شمس. التفسير الاثري ذلك تفسير اثري انه سكان تل رميلة بعد ان دمر الموقع من قبل سنحريب انتقلوا وسكنوا في التل المقابل اللي هو محل مكان قريه عين شمس، حيث كان يستخدم في السابق من قبل سكان بيت شمش او بيت الشمس كمكان للزراعه والحصاد والمعازف وربما للري ايضا. اظهرت الحفريات في التل الشرقي على تشابه المواد الاثريه مع تل درميلي وعلى انتماء المواد الاثريه من ناحيه حضاريه للمنطقه نفسها، يعني في استمراريه حتى في التل الشرقي. طبعا هي الشارع 38، هي التل درميلي، شوف الحفريه كانت مخيفه يعني، شوف قديش اكتشفوا، هي اريا اي، اريا بي، اريا سي، هون اكتشفوا كيلنز، كيلنز للفخار افران من الفتره البيزنطيه، يعني موقع كان مخيف باستمراريه من السابع والسادس قبل الميلاد لحتى قريه عين شمس. شوف مثلا اكتشفوا مثلا اثار معاصر زيتون وعنب من الفتره البيزنطيه، يعني شوف مثلا هون معصره العنب كيف يعني تعصر العنب تنزل اول سيلان ثاني سيلان معاصر زيتون، يعني كان في تراكم، يعني كان التل الشرقي غني ويبدو انه بعد تدمير 701 قبل الميلاد من قبل سنحريب، يعني الناس وين بدها تروح؟ يعني بنوا على التل المقابل، انه هذا انه ما فيش شيء اسمه بالاثار انه دمر التل واختفت الناس، تبخروا الناس، لا، دائما اهل فلسطين كانوا يوجد بدائل يعودوا للتل او يبنوا في مدينه او قريه في موقع قريب. لقينا مغائر كان يستخدمها السكان في فترات مختلفه، ترى اماكن تخبئه وترى اماكن العصر المنتوج، اثار معاصمة ومحاجر مقطوعه في الصخر، شايفين هاي المحاجر، هاي هون المحاجر، شايفين هون كيف سايلوز، اثار كنيسه بيزنطيه بنيت على اساس على اساسات تعود للفتره الرومانيه، هاي هون الكنيسه، طبعا هون شوف في فترات لاحقه تم بناء هون زي كلن، هون هذا مش مفروض يكون هون لانه هذا في فترات لاحقه، لكن هذه كنيسه تشابل، كنيسه بيزنطيه صغيره، هل تم كنيسه بجانبها طبعا مبنى اخر اكتشفنا مع عرضيه فسيفساء صغيره، هل وهذه في التل الشرقي طبعا بطل على وادي الصرار، هل بناء الكنيسه البيزنطيه كمرتبط انه بروايه وادي الصرار او وادي السوريك انه تابوت العهد نزل من عكرون مع الثورين وفي وادي الصرار محل ما نزل وتبعد، هل ام هو بناء محلي كنيسه محليه زي معظم التلال الفلسطينيه اللي كثير اكتشفناها، اكتشفنا كنائس بيزنطيه من القرن الرابع والخامس والسادس، فهل كان الهدف من بناء الكنيسه تخليد لذكرى وادي الصرار وما ام هو حاجه محليه لبناء كنيسه للسكان المسيحيين اللي وقتها في الفتره البيزنطيه. طبعا انا بفكر انا مع الاعتقاد انه حاجه محليه، قربت اخلص، طبعا درجات توصيل درجات توصل لبركه ماء الغطس او التطهر الفتره الرومانيه المبكره، طبعا هون تعرفوا يعني انه لما يشوفوا بركه غطس ريتشوال باث ميكفي او 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 ستون جار اللي هي طوالي بيعتبروها قريه يهوديه حشمونيه، طبعا هذا برضه عليه خلاف كبير انه مش كل ما تكتشف بركه غطس للتطهر انه التفسير يكون دائما اثمي، لانه يعني في مجموعات في فلسطين كانت تؤمن في فكره التطهر والغطس. جرار تماثيل فخاريه انثويه، يعني يعني مثلا طلعوا هون الجرار الانثويه اللي اوريدي لقينا منها كثير في القدس، اكثر من 50% لقينا في منطقه اليوم حاره اليهود ومدينه سلوان، اللي هي اللي كمان الهاندلز الجرار، هاي يد جريئه، ولقينا كل هذا في التل الشرقي، انا بحكي عن التل الشرقي، شوفوا يعني كان في استمراريه التماثيل الانثويه اللي لقيناها في القدس وفي بشكل كبير وفي بعض المواقع في اللولاند، لقيناها برضه في التل الشرقي القرن السادس والسابع، والاختام طبعا لقينا الختم المجنح نهايه القرن السابع، ولقينا كمان الروزيتا في التل الشرقي اللي هي نهايه القرن السابع، فالبدايه المجنح والنهايه الروزيتا، طبعا هي اللي طبعا برضه تماثيل طينيه من تعرف يعني
هي هذه العمود، هذا بسموه التماثيل العموديه، اللي هو طبعا انتم يعني انتم اللي بتفرج لهذا تعبير حقيقي عن الثقافه الدينيه الكنعانيه، هي تعبر عن الالهه عشيره. يعني شوف يعني طلعت بس دقيقتين وبخلص. يعني شوف المراه الفلسطينيه او كيف كانوا يعملوا هذا التمثال الطيني، اذا بتتفرج كيف انه توب فلسطيني، هذا العمود، هذا توب فلسطيني، وهذا هون اللي بتخيل الطب الفلسطيني قدرت انه المراه الفلسطينيه حابه تعبر عن حبها للالهه عشيره من خلال ما بتشوفه في البيئه، ما بتشوفه في ثوبها، فهي عبرت عن حبها للالهه هاي من خلال رسم ثوبها، هي الثوب الفلسطيني، هذا لقينا منه مثلا في منطقه، طبعا في منطقه القدس وفي هاي المناطق لقينا هذا، اللي هو ربطوه طبعا انه هذه دليل على انه يعني بصراحه انه هذه التماثيل هي انتشرت اكثر في منطقه جبال القدس لحد، فاعتبروه يعني انا بدي افهم من هون طالما انه مملكه ما يسمى مملكه يهوذا هي مونوثيزم، يعني انه تركيز على اله واحد، كيف اكتشفنا كل هاي الجرار التماثيل الانثويه اللي بتعبر عن الاله الام والبعير، مثلا كمان الحصان هون راكب الحصان، شوف الاجرين هون راكب الحصان اللي هو يبدو انه يمثل شيء ديني كنذور للاله بعل، ربما يمثل اله بعل وربما لا يمثل، لكن في له رموز دينيه اكيد، يعني لا يوحي انه هاي المنطقه مملكه يهوذا القرن الثامن والسابع، توحي انه في مونوثيزم، كل الثقافه حتى بالقرن الثامن والسابع لحتى ال 586 حتى بدايه الفتره الفارسيه منتصف الفترة الفارسية تعبر عن ثقافة كنعانية استمرارية وعن مش مونوثيزم، مش عبادة إله واحد يهوه. طبعا آخر شيء مقام أبو ميزر اللي هو حفر ماكنزي ذكره استعمله كبرشة عمل في أثناء الحفرية، يعني هو لأنه كان موجود هالدربان استعملوه اللي هو كان بالأصل لقرية عين شمس، أعيد بنائه أثناء حفريات جامعة تل أفيف، حيث كانت تقع القرية عين شمس، كان أهل دربان زي ما حكينا يزورون هذا المقام من أجل تقديم النذور والتبرك ببركات الشيخ أبو ميزر. يعني حتى مكنزي حاول يسمع الروايات الشعبية عن الشيخ أبو ميزر حتى يشوف إذا في علاقة، لأنه في شوية تشابه مع قصة شمشون، يعني شوف يعني إنه حاول حتى الروايات الشعبية حاولوا يربطوها بروايات قديمة، وكانوا يقضون النهار كله تحت ظل الشجرة. أنا بعرف إنه لما قرأت من شجرة التين كانت في الغالب مزروعة بجانب كل مقام، اللي كان يقضوا تحت النهار طول النهار عليها، يعلقوا حتى النذور بشكل خيوط وأحبال على أغصان هذه الشجرة كتعبير عن النذور وزيارة الموقع. وشكرا جزيلا. شكرا أستاذ زياد على هذا العرض القيم والرصد أيضا لتاريخ الحضاري لهذا الموقع الأثري الهام، تل رميلة، عين شمس، ديربان، هذا الحوض الذي يعتبر في منطقة من أخصب المناطق في فلسطين، وأيضا على تدليل بشكل واضح على الاستمرارية الحضارية في هذا الموقع بدءا من بداية الألف الثاني قبل الميلاد، يعني مع بداية مرحلة التمدن الثانية مع بداية العصر البرونزي الوسيط، حيث تم رصد دلائل الاستيطان الأولى في التنقيبات الأولى التي قام بها ماكنزي و إلياهو جرانت. ولا شك أن التنقيبات الأخيرة جاءت في محاولة لإعادة صياغة هذه النتائج بوجه خاص، وأنت أوضحت ودللت على أشكال التوظيف الأيديولوجي للدلائل الأثرية بشكل بين وبتأكيد، يعني لأسباب واضحة وهي خدمة المشروع الكولونيالي في السيطرة على الأرض والتاريخ ومحاولة إعادة إنتاج رواية تاريخية تلائم
وتبرر المشروع الاستيطاني على هذه الأرض. عين شمس اختفت، ديربان تلك البلدة الكبيرة التي كانت تمثل الحلقة الأخيرة من الاستيطان البشري لاستيطان ممتد عبر أكثر من 3000 سنة، استبدلت بمستوطنة جديدة حملت الاسم التاريخي القديم. اظهر بالصورة يا دكتور حمدان، الدكتور حمدان يا الرجاء الظهور بالصورة. وهذا أيوة. بالتأكيد، وهذا بالتأكيد ما يستدعي تطوير الجهود في تحرير الرواية التاريخية الفلسطينية، وتحديدا في الجزئية المرتبطة بمفاصل محددة من التاريخ الحضاري الفلسطيني، وعدم اجتزائها من التاريخ الحضاري العام. كل هذه الفترات التي تستند لها الرواية التوراتية والتي أصبحت توظف لخدمة المشروع الاستيطاني هي جزء لا يتجزأ من التاريخ الحضاري الفلسطيني. وباعتقادي أنه هذا ما يظهر، وكما أظهرت أيضا في أمثلة عدة في زيف محاولات التفسير أو إعادة التفسير للدلائل الحضارية، الدلائل تنطق بنفسها استمرارية حضارية واضحة. بالتأكيد هذا التاريخ سواء في هذه المنطقة أو تاريخ فلسطين العام تشكل عبر مئات السنين من كل الأقوام والأصوات والأديان والطوائف والمجموعات البشرية التي عاشت على هذه الأرض وشكلت هذا التاريخ، بما في ذلك التقاليد الدينية التوراتية نفسها. الآن نفتح المجال للأسئلة برجاء الاختصار قدر الإمكان بما لا يزيد عن 2 إلى 3 دقائق، وتوجيه الآن أفتح الباب للأسئلة، وأنا بالتأكيد أطلب من الجميع ممن يودون أن يتداخلوا استخدام خاصية رفع إشارة اليد. أنا ظهر عندي حالياً دكتور عصام حلاقة، تفضل. مساء الخير، شكراً دكتور، شكراً أستاذ جاد على هذه المحاضرة اللطيفة. أنا في الحقيقة عندي ملاحظتين، الأولى فيما يتعلق بدفن أواني فخارية وصحون تحت زوايا الغرف أو في أساسات البيت. هاي عادة معروفة من العصر البرونزي المتأخر وظهرت في البناية، في البنايات السكنية والبنايات العامة. والأمثلة جاءت من تل دوير، تل الجزر، تل أفيق، تل جمة، تل سيرة، تل الحسي، تل عسقلان، وخربة المقنعة، وتل الصافي. والهدف الأساسي منها يعني كان ينظر إليها كتقدمة للآلهة لتأمين نجاح مشروع البناء، يعني كحماية لأساسات البيت. وبالنهاية استخدموها كمان الفلسطينيين، يعني جزء من المدن المواقع اللي ذكرتها هي استخدموها يعني الشعوب البحر. والملاحظة الثانية بالنقش القصير اللي عرضته، يعني كان واضح انه الاسم فينيقي. انا قرأت ايش بعل، هذا اسم علم فينيقي، فسواء تم اعتباره كاسم علم فينيقي، وفي الغالب ترجموه إيش بعل، يعني رجل بعل بمعنى كاهن الإله بعل، فسواء كان اسم علم أو وظيفة دينية، فالسياق الحضاري والتاريخي هنا عندنا في القرن 11 التاريخ اللي ذكرته للنص هو سياق فينيقي. وشكرا. تفضل أستاذ جاد، إذا عندك ملاحظة. شكرا، دقيقة واحدة. شكرا أستاذ عصام على المداخلة، أثريتنا طبعا. مزبوط طبعا انه الزبديه والجره الزيت وجدت في مواقع كثيره، طبعا هو مزبوط بيرجع للبيت برونز
والايرون ايج، طبعا في كثير مواقع الجزر حتى في المدن ما يسمى الفلسطين. بس انه انا حبيت اتطرق لهذا الموضوع واربطه كيف انا سالت هذا الخطاب من بيت اعطاب. بس انه انا لما كنت اقرا، يعني في واحده كانت معي في جامعه تل ابيب بتسوي اسرائيليه بتسوي عن هذا الموضوع رساله الماجستير، ف تضرب اخماس في اسداس، شو بدها تحلل ليش هذا؟ فانا جاوبتها قلت لها هذا يا عزيزتي هذا بركه للبيت، هذا كان يحطوه بركه. فلما انا اعطيتها يعني صراحه هي انصدمت بالجواب، يعني كثير فرحت. فكان يعني مش بس هي، كان يعني في نظريات كثيره عن هذا الموضوع، ضربوا زي ما حكيت لك اخماس الاسد. بالنسبه لل ايش بعل مضبوط على الجره، شكرا لك استاذ عصام. سياق فينيكي كيف انت فسرت برضه يعني ومقبول عليه. شكرا. ننتقل حسب ما هو ظاهر لدي الدكتور محمد، تفضل. جيد. يعني عندي بعض الملاحظات وقليل من الأسئلة، ف يعني راح أطرحها على السريع قدر الإمكان. في البداية يعني شكرا للأخ جاد على هذه المحاضرة الجادة يعني والمهنية، وعلى المحاولات الطيبة في التحرر من السردية التوراتية. يعني فيها معضلات، فيها مشاكل، لكن أنا أعتقد هذا هو الطريق الصحيح. ملاحظاتي في البداية على مسألة النقوش الكنعانية، طبعا في نقش أطول لكشف في الحفريات الأولى، وفي مشاكل في فهم ونقدر نشوف بعض الحروف والآخره، ولكن قد يؤرخ، يعني قد يؤرخ للقرن الحادي عشر أو الثاني عشر حتى، يمكن أقدم من إيش بعل هذا. فيعني هذا طريف ما عندنا من نقوش. النقش المسماري هنا أختلف معك أستاذ جاد، اللي هي مسألة الانتقال من المسماري إلى الكنعاني، كلاهما كنعاني. عندنا في الكنعاني ما نسميه الكنعاني القديم، يعني يقول 1500، أنا أسميها المرحلة الثانية، مش اللي فيها الصور التصويرية الكنعانية، يعني صورة حرف، إنما بداية الحروف. الكنعاني الشمالي مال بتأثير بلاد ما بين النهرين أن يحول الأبجدية بشكل مسماري، وهي في أوغاريت، مش هيك؟ لذا هي أبجدية كنعانية. لكن هذا النقش له أهمية يعني كبرى. هذا النقش هو يتفق العلماء أنه بالحروف الأوغاريتية، كشف بالحفريات الأولى في عين شمس، وبقيوا عشرات السنوات يحاولوا يجدوا لصاحبنا يهوى، يقولوا هذا نص ديني، أولبرايت وغيرهم والآخره. لكن بقي الأمر، يعني بقي الأمر حقيقة إلى 87، حتى جاء العالم الروسي، عالم الدراسات السبائية، اللي هو أبراهام لوندين من سانت بيترسبورغ، وقال يا عمي هذا الترتيب الأبجدي الجنوبي اللي هو هلحم قوشر والآخره، هذا مش نص ولا له علاقة بيهوه ولا حواليه. فمن 87 نعرف أنه هذا النقش مهم جدا، ويعطينا علاقة على أصول الأبجدية المسند بفلسطين بالقرن الثالث عشر تقريبا. يعني كيف كانت، يعني هل هي بعلاقات تجارية أو لا نعرف، يعني ليس عندنا معلومات. لكن المهم إنه هذا النقش مهم جدا، ونشر بالفرنسية وبالإنجليزية والآخره، إنه هو الترتيب الأبجدي. وهذا الترتيب الأبجدي بال87 لما كشف لم يكن عندنا غيره من الأوغاريتي، لاحقا كشف عن نظام للترتيب الأبجدي في أوغاريت نفسها، ويعني تم نشرها. بس المهم
حاليا عندنا عشرات من النقوش المكتوبة على العسيب واللي فيها هذا الترتيب بشكل واضح، لذا هذا مهم جدا في عين شمس. بالنسبة لملك أو اللي هي في منها عشرات العشرات، لا أعتقد تحت أي ظرف من الظروف أنه يمكن إرجاع هذه القرن العاشر، مستحيل، يعني بدها شطارة، يعني شكل الحروف، يعني في ناس استخدموا العباطة وقالوا هذا القرن العاشر صحيح، بس هذا ما حد بيسمع لهم. وفي أحد النقوش وفي الملك حبرون، حبر يعني حبرون حب ها با يعني الهاء الراء والنون، يعني قالوا أن هذا حبرون والآخري، طبعا في عنا مجموعة منها، وجاءت التفسيرات أنه كيف انضمت بعد سنهاري والآخري، لا نستطيع أن نفتي فيها. بس حقيقة الأمر لملك هذه النقوش على الجرار تمثل مشكلة، يعني على ما يبدو أنها محلية، ولا هم يقولون أنها مرتبطة بصاحبنا حزقيا وإدارة دولة والآخره، لا أعتقد ذلك، كثير منها محلي. في ملك زيف هذه اللي عند يطا كمان في لها أختام، يبدو أنها مسائل محلية بحاجة إلى المزيد من الدراسة. إشارة بسيطة، هناك سائد في الدراسات العربية الحديث عن الإلهة عشيرة، لا يوجد إلهة عشيرة، يوجد بالألف، هي أثيرة في الجزيرة العربية وهي أشيرة بالألف، عشترت شيء ثاني، لذا يعني فقط يعني بالألف، صحيح بالألف أشيرة، لا يمكن يعني هذا. فبعدين إشارتك في مكانها مسألة التوحيد حاليا تناقش كثيرا بين اللاهوتيين وعلماء الآثار، يميل الكثيرون إنه ما في توحيد حقيقة الأمر قبل القرن السابع، اللي هذا يبدو إنه انسحبت على علماء الآثار، إنه يبدو إنه مملكة الشمال أو مملكة سماريا، ولا يعني ما فيش عندنا إشارات عنها مملكة إسرائيل، هذا كلهم كانوا عباد البعل. هذا أشار لها كمان غاربيني العالم الإيطالي المشهور، قال والله هالنقوش تعاد سماريا لو ما بيمر فيها يهوى لقول عنها كلها في نيقي. هذه العلاقة اللي طرحها كمان زميل عصام. فمسألة التوحيد يعني عليها غبا، يعني عليها مشاكل فيها قبل. صراحة أنا أجد المحاضرة هي في صلب مسألة استمرارية ذاكرة المكان الفلسطيني، ويعني أحسنت في محاولة دراسة البيئة وعلاقتها والآخره، لكن أنا أسألك أين عين شمس؟ أين هي الطبقات؟ مش عين شمس انتقلت، قلت عند ديربان والآخره، لكن على ما يبدو أنه في هذا الموقع الأثري كلر ميلي أنه في استمرارية بشرية وسكن للناس من العصر البرونزي المتوسط على الأقل إلى القرن التاسع عشر. فهذا نموذج أنا برأيي هام جدا، وسؤالي بالفعل أين تقع؟ لأنه أنا بعرف من بعض الأصدقاء اللي اشتغل كعامل في بيت شامش بالحفريات هاي، وقال لي حفرنا مسجد وحفرنا بيوت الفلسطينية والآخرية. فياريت لو يعني تعطينا بعض المعلومات. نقطة أخيرة وسريعة، ما طرح بالنسبة لمباركة البيوت بالفعل هو سواء بتحط الدم على البيت على الباب الشريطة، هذا بالفعل هذه التقاليد الفلسطينية، وذكر دكتور عصام كمان نوه لهاي، بس هذا بالفعل من الألف الثالث قبل الميلاد معروفة في كل المنطقة، في عنا خاصة في بلاد ما بين النهرين. المهم يعني أشكرك على هذه المحاضرة وهي تسير في الطريق الصحيح، وعفوا إذا طولت عليك، شكرا. تفضل أستاذ جاد. دقيقة واحدة، شكرا أستاذ محمد على
اللي الآراء والأفكار اللي أعطتنا إياها. وبالنسبة لقرية عين شمس اللي طبعا في بداية القرن ال19 تم هجرها بسبب خلافات على الأراضي، الحفريات الأثرية اللي عملتها جامعة تل أبيب في قرية عين شمس، الطبقات الأثرية صراحة في الميدل برونز والليت برونز ما وجدنا أي شيء. بدايات الأولى للتل الشرقي كانت فقط بالآيرن 2 سي اللي هي القرن السابع، بدايات الاستيطان في قرية تل الشمس. عشان هيك التفسير الأثري يبدو أنه السكان انتقلوا من تل إرميلة لقرية عين شمس، لأنه ما كان في دلائل أثرية قبل الفترة الحديدية الثانية. بعدين في استمرارية كاملة من القرن السابع لقرية عين شمس. فيبدو أنه قرية عين شمس في الفترة الحديدية كانت مكان للرعي، لقينا معاصر من القرن الار ان ايج، اماكن السايلوز. ف قريه عين شمس استخدموها اهالي تل رميله للحصاد، ممكن لبناء المعاصر للرعي. شكرا. شكرا استاذ. اعتقد هذه الظاهره معروفه كثير من المواقع، انه تلال هجرت في مرحلة معينة، وكانت كما القرية الفلسطينية هجرت في أواسط القرن الماضي وتوسعت خارج الحدود، ربما أسباب مختلفة جديرة بالدراسة. هذا بوحد في تلة عنك، تل جنين، والعديد من المواقع الأثرية. عندي الدكتورة إيمان، تفضلي. مساء، شكرا، مساء الخير جميعا، ومساء الخير استاذ جاد، فرصة سعيدة نتعرف عليك، شكرا لك جدا على المحاضرة القيمة بالدلائل الأثرية الجميلة، لأول مرة بشوف بعض هاي الصور فجميل جدا، شكرا لك. المزبوط، حبيت لفت نظري لما تحدثت عن صب الزيت على أسس البيت، فخطر على بالي أسألك، هل حسب علمك في الماضي أو بالحاضر أو أنت أو حدا بتعرفه عمل دراسة للقرى المجاورة وتحدث مع الأشخاص الموجودين في القرى المجاورة عن بعض العادات والتقاليد في المنطقة هديك، عن ذكرياتهم عن الموقع نفسه، عن يمكن حدا حفر في القديم ما زال عايش أو أولاده عايشين بتذكروا، هل في بعض محاولات التأريخ الشفوي للموقع والمنطقة المحيطة فيه المحيطة به؟ بس هذا هو السؤال، شكرا. شكرا. طبعا شكرا لك على المشاركة. الإجابة يعني قصيرة راح تكون، طبعا احنا بنحاول يعني دائما نتعرف على تراثنا الغني. حكيت لك انا رحت عند يعني مها السكه مشهوره بالثوب الفلسطيني، وحاولت اشوف شيء مكتوب عن تاريخ القرى هناك، ديربان، عين شمس. صراحه تعبت شوي، حتى لقيت الاختيار هذا من بيت اعطاب وقعدت معه قعده طويله وفهمني شوي. للاسف يعني احنا التراث الشفوي هذا الفلسطيني احنا حتى مقصرين فيه، يجب ان ندونه ونكتبه. احنا كعلماء وباحثين واثريين لازم نتعب اكثر على فلسطين، لازم نشتغل اكثر. احنا مقصرين صراحه، يجب ان نترك الخلافات جانبا، نتوحد حتى ناسس لروايه فلسطينيه وعلم اثار فلسطيني موضوعي. نعمل حفريه اثريه تكون بمثابه انه نزيل كل التراكمات هاي المزيفه، التراكمات اللي عمرها 200 سنه من العلماء الاثار التوراتيين، حتى نوصل للبيدروك للارضيه. حتى هو جهد طبعا يعني راح يكون يعني جهد يعني مخيف ان نحقق هذا الشيء، لكن صدقيني لما انا كنت اقرا تقارير الحفريات في عين شمس، يعني انا كنت اكشف اشياء صراحة يعني المنطق لا يقبلها، يعني في دائما هفوات، في دائما أخطاء.
نقدر نبلش من هذه الأخطاء وننقد، نقدر نبني رواية فلسطينية قوية، نقدر نأسس لعلم آثار فلسطيني، الجيل الشاب اليوم يريد يساهم. عندنا أساتذة عظام، الأستاذ طه حمدان، الأستاذ محمد مقدم، الأستاذ عصام، فعلا يا ريت نأسس، نبلش نكتب التاريخ الشفوي هذا ونربطه بالاستمرارية الحضرية. راح أنهي بجملة، أنا سويت بحث عن ديربان، وطبعا يا قمح ديربان يا طالع على المية، يا قمح ديربان يا غالي علي، يعني أنا لما رحت على قرية ديربان وشفت صدقيني دمعتي نزلت. يعني حكيت مع حدا من أهل ديربان؟ ما حكيت مع حدا من ديربان، أنا حكيت مع واحد من قرية عطاب. ياريت أنا أحكي مع واحد من قرية ديربان، لأن للأسف ما عرفتش حدا لهلا من قرية ديربان، لكن لا أمل ولا أيأس، بدي دائما بدي أشوف، بدي أشوف هدول اختياريتنا كيف عاشوا، حتى أربط هذا الإشي بالماضي، إشي حتى تكمل الصورة بالنسبة لي وبالنسبة لكل إنسان فلسطيني. شكرا. شكرا أستاذ جاد. دكتورة إيمان، فقط للتنوية، هناك دراسة إثنوغرافية عظيمة كتبها أستاذ عبد العزيز أبو هدبة عن ديربان، وهو ابن ديربان، صدرت عن مركز دراسات المجتمع في جمعية إنعاش الأسرة سنة 1990، وهي دراسة شاملة. وأعتقد أن كثير من الأسئلة اللي ممكن تدور في خلد دارس اللي يبحث عن معلومة بالسياقات التقليدية العامة لمجتمع الديرباني موجودة في هاي الدراسة. طيب، أعتقد هون عندي لم يعد هناك أي أسئلة. نتأكد من الشات أيضا. طيب، أود أن أشكر المحاضرنا الأستاذ جاد أبو أسعد على هاي المحاضرة الرائعة حقيقة، اللي عادت إلى الأذهان تاريخ هذه المنطقة العزيزة، وأيضا تاريخ التنقيب في واحد من أولى التلال التي نقبت في فلسطين، تل رميلة، وهو مرجع، وهو موقع حقيقة مرجعي لأي دارس وباحث في الآثار الفلسطينية. هذا الموقع مهم بتاريخ الحضاري الممتد الطويل، وأيضا لدوره في تاريخ البحث الأثري. التنقيبات من خلال البعثات المختلفة أيضا تمثل بصورة أو بأخرى جزء من تاريخ البحث الأثري في فلسطين. كما أشكركم جميعا الحضور على ثباتكم، ونلتقي إن شاء الله في لقاء قادم بعد أسبوعين. شكرا لكم جميعا.